السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نهضروا على الانفلاسيون، واحد الكونسيبت اللي هو تري امبورطون في ليكونومي، مهم جدا، ولا غادي يبقى تابعكم طيله المسار الدراسي ديالكم. وغادي نحاولوا إن شاء الله نتريتيو سويفون هذا لو بلون اللي فيه اولا لا ديفينيسيون، نشوفوا شنو تنعنيو بهذا الانفلاسيون، ثانيا لي كوز دو الانفلاسيون، ثالثا لي ميثود دو كالكول كيفاش تحسب الانفلاسيون، رابعا لي نيفو دو الانفلاسيون، ثم خامسا واخيرا لي كونسيكونس دو الانفلاسيون. نبداو بلا ديفينيسيون. الانفلاسيون اي اون اوغمونطاسيون جينيرال دورابل اي اوت انتروتوني، كاين ثلاثه الكلمات تما بالخضر خاصك تعرفهم كاملين شنو تعنيو. جينيرال اوغمونطاسيون جينيرال دي بري، سيتادير لوغمونطاسيون دو لا مويان دي بري كي كونستيتي لو بانيي دو كونسوماسيون. حيتاش ما يمكنناش نحسبوا يعني لي بري ديال تو لي برودوي دو كونسوماسيون، نو تيكون واحد لو بانيي دو كونسوماسيون، واحد لي شونتيون، هذاك لو بانيي تيختلف من دوله لدوله. اكزومبل عندنا في المغرب هذاك لو بانيي فيه 478 برودوي سواء دي بيان ولا دي سيرفيس، وهذيك 478 هي اللي تتبازي عليها الدوله باش تحسب لو طو دو لانفلاسيون. مزيان، دونك لوغمونطاسيون جينيرال دي بري سيتادير لوغمونطاسيون دو يعني دو لا مويان ديال هذاك ديال هذوك لي بري. هذه من ناحيه ثانيه دورابل، هاد لوغمونطاسيون جينيرال خاصها تكون دورابل سيتادير تكون عندها ان دوري كبيره باش يمكننا نهضروا على الانفلاسيون. ثم اوتو انتروتوني، سيتادير تتحافظ على راسها، بمعنى الا كانت عندنا الانفلاسيون هذا العام، العام الجاي غادي ضروري انه يعني تولي عندنا الانفلاسيون اذا كانت يعني مستمره واحد لا ديغي كبيره وتتحافظ على راسها. دونك تنقولوا انها اوتو انتروتوني، يعني الانفلاسيون كي جينير دو لانفلاسيون اكسيتيرا. هنا بالنسبه لي بري، دو كونسوماسيون دي ميناج، il s'agit de la consommation finale دي ميناج. ننتقلوا لي كوز دو لانفلاسيون، كاين بليزيور كوز. لا كوز الاولى لانفلاسيون بار لا دوموند، يعني الا كانت لا دوموند على شي برودوي كبيره ضروري ان لو بري ديال هذاك لو برودوي يطلع، هذه واضحه. ثاني حاجه الانفلاسيون بار لي كو، دو برودكسيون، ملي مثلا تتكون لا ماتيير بروميير اللي تتجيب لونتربريز باش تصنع لنا ان برودوي، تتكون هذيك لا ماتيير بروميير غاليه في السوق، الى انكوربور هذيك لوغمونطاسيون دو برودكسيون في لو برودوي، يعني غادي يكون لو برودوي غالي. دونك يقدر هذوك لي برودوي اللي لو كود دو برودكسيون ديالهم طالع غادي يخلق لنا الانفلاسيون. بيان، دونك ثالث حاجه، ثالث كوز الانفلاسيون باغ لوغمونطاسيون دو لا ماس مونيتير، ملي تتكون لا ماس مونيتير كي سيركول دون لو سيركوي ايكونوميك طالعه بزاف، اكثر يعني اكثر من لو نيفو ديال لا كرواسونس ديالنا، دونك غادي تكون بيان سور الانفلاسيون. L'inflation induite par des facteurs psychologiques et des anticipations. Hadi, c'est à dire que ممكن les agents, un agent économique, qui ont des anticipations. Tu dis, مثلا غدا ولا بعد غدا غادي يغلى، علاش انا ما شريش مثلا ما شري واحد لا كونتيتي كبيره ستوكي عندي في الدار، حتى الا جاب الله غلى ولا هذا راه غنلقى انا عندي في الدار. تصور ان تو لي زاجون ايكونوميك تيفكروا بهذا يعني الفكره، تكون عندهم هذه الفكره، اش غيوقع؟ هذاك لو برودوي اللي تيمشيو ليه باش يشريوه غادي يتقاضى، غادي ينقص في السوق. دونك غادي الا كان نقص لو برودوي يعني لوفر ديالو ناقصه، اش غيوقع؟ الثمن ديالو غادي يغلى، وممكن تجينا لانفلاسيون من هاد القضيه هادي. يعني سون جوست دي فاكتور بسيكولوجيك اي دي زونتيسيباسيون، يقدروا يكونوا غالطين ويقدروا يكونوا صحاح. السبب الخامس هو لانفلاسيون امبورتي، كوم سون نون لانديك سيت اون انفلاسيون كوزي بار لي امبورتاسيون، تتسببها الواردات داكشي اللي تنستوردو. كيفاش؟ ملي تيكون مثلا تيكون هذوك لي برودوي اللي تنستوردو غاليين او نيفو انترناسيونال، بحال دابا المغرب مثلا تيستورد البترول والقمح، ملي تيكون هذاك البترول والقمح غاليين او نيفو انترناسيونال هو راه ضروري يستوردهم، ما عندوش خيار. ملي تيستوردهم اش تيوقع في الانتيغيو دي بي؟ تيكون الثمن ديال الغازوال وليسانس الى اخره، تيكون داكشي غالي بزاف وتيخلق لنا الانفلاسيون. وهذا هاد الانفلاسيون ابورتي من بين
المخاوف ديال هاد الاصلاح اللي دار مؤخرا ديال تعويم الدرهم. هاد الانفلاسيون امبورتي ممكن يسببها تعويم الدرهم. ننتقلوا دابا لا ميثود كالكول. باش نكالكوليو لو طو دانفلاسيون غادي نعتمدوا على واحد لوتي. هاد لوتي سميتو لانديس دي بري ا لا كونسوماسيون. وباش نكالكوليو كذلك هاد يعني لانديس دي بري ا لا كونسوماسيون غادي نعتمدوا على واحد لا ميثود غتكونوا قريتوها في ستاتستيك ديسكريبتيف تسمى لا ميثود دو لايسبيرز ان شين. Donc, le calcul de l'EPC, l'indice des prix à la consommation, est basé sur la méthode de l'Asperger en chaîne. Qui fait d'ailleurs la méthode de l'Asperger en chaîne. On a été comme la formule. Il y a la formule. L'indice qui est oui, la somme de PTI fois K0I, et là, la somme de P0I fois K0I. Alors, comment on a dit, je te fais un mot, ça fait l'aide. هاد لا فورمول. ولكن ملي غندوزو ليكزامبل دابليكاسيون غادي تفهموا مزيان وغادي تعرفوا كيفاش نحسبوا لانديس دي بري على كونسوماسيون. دونك غادي نمشيو ليكزامبل ايلستراتيف. وهي العلاقه ديال باش تنحسبوا لانديس دي بري على كونسوماسيون. غادي نفترضوا واحد لو بري جانفي 2016. نورمالمون الا بغينا نحسبوا لانديس دي بري خاصنا يعني خاصنا يعني نحسبوا كاع هذوك لي برودوي, نحسبوا لي بري ديال هذوك لي برودوي كي كونستيتي لو باني دو كونسوماسيون اللي هما 478 برودوي. الوغ دونك ما غاديش يمكننا حنا نحسبوا 478 برودوي في هذه لا فيديو هذه. دونك غادي نقتصروا على ثلاثه ديال لي برودوي كوم اكزومبل غير باش تفهموا الطريقه كيفاش تحسب لانديس دي بري على كونسوماسيون وكيفاش نخرجوا منه لو طو دانفلاسيون. دونك غادي نختاروا مثلا 3 برودوي في لي بري ديال جانفي 2016 باغ اكزومبل. غادي نقولوا 1 كيلوغرام ديال البوم تيسوى 12 درهم, 1 كيلوغرام دو شوكولا تيسوى 9 درهم, 1 كيلوغرام دو طوماط تيسوى 9 درهم. هذا الشيء في جانفي 2016 داكور. دونك غادي ندوزو لو بري ديال الشهر الجاي ستادير فيفري. باردون هنا ماشي 2016 هنا ماشي 2017. دونك لو بري فيفري 2016 الثمن ديال لي بوم ولا 13 درهم ما بقاش 12, الثمن ديال الكيلو ديال الشوكولا ولا 10 درهم ما بقاش 9, وواحد كيلوغرام ديال الطوماط ولا 8 درهم ونص ما بقاش 9 درهم. مزيان احنا خدينا لي دوني ديالنا. دونك باش نحسبوا لانديس دي بري على كونسوماسيون لي بي سي تنديرو لا صوم ديال لي بري دي برودوي فوا لي كونتيتي ديالهم. اشنو هما لي بري دي برودوي؟ ولكن لي بري دي برودوي ديال تي ماشي زيرو, ماشي يعني الشهر الفايت, يعني الشهر اللي بغينا حنا نحسبو فيه يعني لانديس دي بري على كونسوماسيون. اشنو هو الشهر اللي بغينا نحسبو؟ هو شهر فيفري. دونك غادي ناخدو هنا لا صوم دي بري ديال فيفري فوا لا كونتيتي ديالهم. دونك لا صوم دي بري ديال فيفري هما 13 فوا لا كونتيتي اللي هي 1 كيلو, يعني 13 في 1 كتساوي 13 هي, 10 في 1 كتساوي 10 ها هي, 8 ونص في 1 كتساوي 8 ونص ها هي. على لا ميم شوز في بوغ لو موا دو جونفي. 12 درهم فوا لا كونتيتي ديالو اللي هي 1 هي 12, 9 درهم في 1 هي 9, 9 درهم في 1 هي 9. دونك الى حسبنا غادي نلقاو وتنضربوها بيان سيغ فوا 100 ضروري باش يخرج لنا لو طو اون بورسونتاج. وإلا حسبناها غادي نلقاو لي بي سي كيساوي 105. هذه الطريقة كيفاش تتحسب لي بي سي ديال ان موا يعني مونسيال. دونك هذا بوغ لو فيفري, هذا حسبناه دابا كيساوي 105 هو هذا. إلا بغينا نحسبو ديال مارس باغ اكزومبل غادي نشدو لي بخي ديال مارس ونديروهم هنا ونديرو هنا لي بخي ديال فيفري. الا بغينا نحسبوا افريل لا ميم شوز اكسيتيرا اكسيتيرا. الا بغينا نحسبوا ديال جانفي غادي نعتمدوا على جانفي وديسمبر ديال 2016. مزيان ملي تنساليو هاد لي زانديس دي بري على كونسوماسيون مونسييل اللي تنحسبوها شاك موا غادي يمكننا نحسبوا لو طو دانفلاسيون مونسييل كذلك. دونك اشنو هو بعدا لو طو دانفلاسيون بارابور ا لانديس دي بري؟ سي جوست لو طو دانفلاسيون سي جوست لا فارياسيون دو لي بي سي, la variation de l'indice des prix à la consommation. كيفاش؟ دونك الا بغينا مثلا نحسبوا لو طو دانفلاسيون ديال هاد ديال ديال ما بين لو موا فيفري وجانفي اش غنديروا؟
غادي نشدو القيمة ديال الفيفريي، لانديس دي بري ديال الفيفريي، ونقصو منو لانديس دي بري ديال جانفي، ونقسمو على لانديس دي بري ديال جانفي. دونك لو طو دانفلاسيون ديال لو موا ديال هاد لا بيريود ديال هاد لو موا هذا من جانفي حتى فيفريي، يعني ديال الشهر واحد، كيساوي باردون ماشي 97، هنا ماشي 97، 105 نورمالمون. غادي تكون هنا 105، 105 ناقص 102 على 102، الى حسبتوها كتساوي 2.94، ماشي 4.9، ماشي ناقص 4.9، مي 2.94. ليسونسييل هو لا ميثود كيفاش تحسبوه. دونك بور لو موا د فيفري غادي نلقاو 1.03. نفس الطريقه غادي نديرو 98، غادي نديرو 98 ناقص 105 على 105، ونضربوه في 100 بيان سور باش يعطينا الطو اون بورسونتاج. لا ميم شوز بور لي زوتر موا. دونك غادي نلقاو 2.04، 1.92 الى اخره. احنا سالينا لو طو دانفلاسيون مونسييل. دابا السؤال، واش الا بغينا لو طو دانفلاسيون انويال il suffit باش نحسبوا لا مويان ديال هاد لي طو دانفلاسيون؟ الجواب نون، ماشي هذا هو لو طو دانفلاسيون انويال، ماشي لا مويان ديال لي طو دانفلاسيون مونسييل. دونك باش نحسبوا لو طو دانفلاسيون انويال، غادي خصنا نعرفوا اش يعني نحسبوا اولا لانفلاسيون اون غليسمون انويال. اشنو هو لانفلاسيون اون غليسمون انويال؟ تو سامبلومون تنشدو هاد لو موا جونفي مثلا، تنحسبوا لا فارياسيون ديالو كما درنا هنا بارابور ا جونفي ديال 2016، سيتادير ديال لاني بريسيدونت. اش غنديرو؟ نفترضوا ان لو موا جونفي ديال 2016 فيه لانديس دي بري ديالو كيساوي مثلا 100، دونك لا فارياسيون ديال جونفي، دونك لا فارياسيون ديال جونفي ديال لو موا جونفي ديال جونفي بارابور لاني بريسيدونت غادي تكون 102 ناقص 100 ديال جونفي ديال 2016 على 100، كما درنا هنا سي لا ميم شوز، 102 ناقص 100 على 100، ونضربوه في 100 وغادي يخرج واحد لو طو دانفلاسيون اللي تتسمى طو دانفلاسيون اون غليسمون انويال ديال لو موا جونفي. مزيان، سي لا ميم شوز بور فيفري او مارس او افري او ماي الى اخره. تنكملوا هاد لي موا كاملين، ملي غادي نكملوهم وتنحصلوا على دي طو دانفلاسيون اون غليسمون انويال، ديك الساعه تنجمعوا هادوك لي طو دانفلاسيون اون غليسمون انويال وتنديروا لا مويان اريتميتيك ديالهم اللي تتعرفوا. دونك تنجمعهم كاملين وتنقسمهم على لو نومبر ديال لي موا اللي هو 12، وتنخرجوا لانفلاسيون مويان انويال اللي تيهمنا حنا، اللي هو لوبجيكتيف ديالنا اللي خاصنا نوصلوه. باردون، دونك هادشي اللي كاين في لا ميثود كالكول. غادي ندوزو دابا لي ديفيرون نيفو دو لانفلاسيون. شنو هما هاد لي نيفو؟ جينيرالمون ملي تيكون هاد لو طو دانفلاسيون انويال انفيريور ا 2%، تنقولو بان لي بري سون ستابل، تنهضرو على لا ستابيليتي دي بري. ما تنعتبروهاش مشكل، ما تنعتبروهاش بالعكس، إل فافوريز لا كرواسونس، وهذا الشيء غادي نرجعوا ليه ان شاء الله في لي فيديو الجاي ان شاء الله بالتفصيل. دونك الا كانت طو دانفلاسيون انفيريور ا 2% تنقولوا بان لي بري سون ستابل. الا كانت لانفلاسيون تكون مثلا يعني اكبر من 2 وتتوصل حتى 4% باغون، تنقولوا بان لانفلاسيون اي رومبونت. سكو سا فو دي رومبونت؟ رومبونت سا فو دير كو لانفلاسيون تتكون غاديه بشويه، ما تتكونش رابيد، تكون غاديه بشويه ايدي مانيير ريغولير، وتتكون ريغولير وتتزاد ديما بواحد لو بورسونتاج ثابت. هذه هي معنية رومبونت. انفلاسيون اوفيرت ملي تيكون لو طو دانفلاسيون 5 ا 10% دو اوس، وبارفوا تيوصل حتى ل 10 بوانت، يعني تيوصل حتى ل 20%، ولكن غير بعض المرات تيوصل ل 20%، تنقولوا بان الانفلاسيون اي اوفيرت. ملي تيفوت لو طو دانفلاسيون 20% نسميوها انفلاسيون غالوبونت. غالوبونت سي لو كونترير دو رومبونت، غالوبونت سي لو كونترير دو رومبونت، نسميوها انفلاسيون غالوبونت او ايبر انفلاسيون. كيما وقع واحد الزيمبابوي ما عرفت واش في 2008 ولا 2009، اللي بغيت طالع عليها. دونك هادو هما لي نيفو دو لانفلاسيون
Les Kenin. Pardon. Donc, d'abord, les conséquences de l'inflation. Pour les entreprises, l'inflation, les conséquences de l'inflation, les entreprises. Tout simplement, radi augmenter les coûts de production. Augmenter les coûts de production. Soit, il a quand il a l'entreprise, m'a dit incorporer les coûts de production, le prix de vente de le produit, automatiquement, radi connu les bénéfices de la habitine, les bénéfices de la. Il a quand incorporer les coûts de production, le prix de vente, c'est-à-dire que les produits les radis tous les types radis qu'on aura lien, la chute les ventes, c'est-à-dire la diminution ou la baisse de la demande. Fait juge le halat kamlin, de l'entreprise. Il a quand les bénéfices de la qlal, ou il a quand la demande s'gira. La demande s'gira, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'akchi les radis tous les jours radis qu'on qlal, la demande qlal. La même chose pour les bénéfices. Mais si on a les bénéfices qui sont tirés par l'entreprise, donc, l'essentiel, donc, licenciement va être automatiquement chômage. Donc, la conséquence de l'inflation pour l'entreprise, c'est le chômage. Pour les ménages, les consommateurs. Donc, la baisse de la demande de la consommation. La baisse de la demande de la consommation. C'est normal, le pouvoir d'achat, t'es con, hapt. Et dans la baisse de la demande de consommation, normalement le pouvoir d'achat, ou atteint la baisse de la demande de la consommation. Donc, les ménages, qu'est-ce qu'on a dans une baisse du pouvoir d'achat, ou le pouvoir d'achat, c'est le synonyme de la valeur réelle du revenu. Soit c'est la valeur réelle. Là, le pouvoir d'achat, c'est la même chose. Le mot de la vidéo, j'ai la différence entre la valeur nominale et la valeur réelle. D'abord, au niveau des échanges extérieurs des pays. Au niveau des échanges extérieurs, à la moustawa, une hausse des importations et baisse des exportations. Une hausse des importations. Les importations, c'est où les urchas. À l'intérieur du pays, les produits qu'on aura liens. تنقولوا اللهم نستوردوهم على برا ولا نشريوهم من الداخل عندنا حيت عندنا الانفلاسيون ولي برودوي ديالنا ولاو غاليين دونك لي زامبورطاسيون غادي تكون يعني ان اوغمونطاسيون دي زامبورطاسيون وفي نفس الوقت غادي تكون ان بيس دي زيكسبورطاسيون علاش لان لي برودوي ديالنا غاليين دونك ما غاديش تكون لا دوموند يعني على برا ديال يعني الدول الاخرين ما غاديش يبغيو يشريو من عندنا لي برودوي ديالنا حيتاش غاليين دونك غتكون ان اوس دي زامبورطاسيون اي بيس دي اكسبورطاسيون الا كانوا لي زامبورطاسيون اكثر من لي اكسبورطاسيون اش تيوقع تكون لو ديفيسيت دو لا بالانس كوميرسيال تيكون العجز ديال الميزان التجاري وهذا الميزان التجاري اش كيساوي يعني لي اكسبورطاسيون موان لي زامبورطاسيون الا كانوا لي زامبورطاسيون كثار يعني لا بالانس كوميرسيال غيخرج نيجاتيف دونك تنقولوا بان La balance commerciale, elle est en déficit. Rabi Haja, pour tous les acteurs, pour tous les agents, t'as une dépréciation monétaire qui diminue le coût des emprunts. T'as des variations de la monnaie. Le omla, t'as qu'on a abta. Le omla, t'as qu'on a abta. Ou had, omli, t'as qu'on a omla, t'as qu'on a abta, t'as qu'on a abta, t'as qu'on a abta. اش كدير؟ تديمينيو لو كو دي زونبران، تديمينيو لي طو دانتيغي ديال لي كريدي، بون ملي تيهبط لو طو دانتيغي ديال لي كريدي، اوتوماتيكمون لانفستيسمون تيطلع، وملي تيطلع لانفستيسمون، اش غادي يدير؟ غادي غولونسي لا كونسوماسيون، إذا هذا سي ان بوان مزيان ماشي بحال الآخرين، شوماج، لابيس دي بوفوار داشا، ديفيسيت دو لا بالونس كوميرسيال، هذا سي ان بوان فافورابل بور ليكونومي، ولكن انتبهوا واحد القضيه مزيان هذه الحاله الا كان عندنا لو طو دانفلاسيون موديري كيسكو سا فو دير موديري سيتادير
un taux d'inflation les rois moyens, les rois raisonnables, ماشي كبير بزاف. إذا كان لو طو دانفلاسيون كبير بزاف هذا الشيء راه ما غاديش يكون. دونك هذا خاص يكون لو طو دانفلاسيون موديري باش هاد القضية تحقق. هاد لوغمونطاسيون دو لانفستيسمون اي لا غولونس دو لا كونسوماسيون اي لا غولونس دو لا كونسوماسيون. اذا الانفلاسيون راه عنده دي زافونتاج ماشي ما عندوش. وهاد المسألة هذه ان شاء الله غادي نرجعوا ليها اون ديتاي في فيديو في شي فيديو اخر ان شاء الله غادي نديتايوها مزيان. تنتمنى صراحة يعني سالينا الفيديو تنتمنى انكم تستفدوا من هذا الفيديو. واللي عنده كما تنقولوا ديما اللي عنده شي سؤال ولا شي ملاحظة ولا شي حاجة كيف ما كانت مرحبا اي كومونتي لا فيديو وانا ان شاء الله غادي نجاوبه. وفي لا ديسكريبسيون دائما تحت هذا الفيديو في لاشين بيان سير غادي تلقاو هاد الديابو اللي خدمناه عليه دابا في هذا الفيديو غادي تلقاوه. اللي بغيتي تيليشارجيه تيليشارجيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh.